تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج توب 5 اللي بيجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. تمثيل المنتخب كان دائما هو المعيار الحقيقي للاعب كره القدم، كان مثل علامه الصح الزرقاء اللي بتشوفوها في فيسبوك انستغرام تويتر، التوثيق انك لاعب كبير لاعب مميز جدا. وطبعا اذا بدك صح كبير كثير لازم تجيب انجاز مع منتخب بلادك. كثير لاعبين حققوا انجازات مع انديتهم في الماضي الناس ما بتعرف فيهم الآن لأنهم ما كانوا موجودين في التشكيلات المتوجة لبلادهم، وربما الوضع تغير الآن، عالم الأندية أصبح يسيطر على الكرة الدولية، لكن حتى اللحظة ما زال ارتداء قميص المنتخب الوطني، ما زال حمل كأس لبلادك له معنى وله تأثير معنوي كبير وحتى تسويقي في عصر الأموال. بس في لاعبين الحظ ما ساندهم، خسروا كثير طبعا بطولات ما حملوا كؤوس، وفي لاعبين الحظ عاندهم أكثر من ذلك، إنهم ما نالوا شرف يلبسوا قميص منتخب بلادهم، وهدول هم موضوعنا اليوم بتوب 5. هنبدأ مع الإيطالي باولو دي كانيو. هذا اللاعب فعلياً لعب كرة قدم تقريباً من 90 لل 2006، يعني عاش جنة كرة القدم كاملة من أولها لآخرها. لاعب بدأ بلاتسيو، مثل لاتسيو، لعب يوفنتوس، لعب نابولي، لعب ميلان، ورغم ذلك ما نال الاستدعاء للمنتخب الوطني، لعب مع وستهام 5 سنين وترك بصمة مهمة في البريمير ليج. اللاعب بيقول أنا مشكلتي إنه البيك تبعي أو مستواي المميز تبعي كان في وستهام، ووقتها من كثر ما الدوري الإيطالي كان معتد بنفسه وبقوته، كان أي لاعب إيطالي يطلع برا إيطاليا ما يجيبوه على المنتخب، يقول لك هذا بيلعب بدوري سهل، تعال العب بالدوري الرجولي، مع إنه دي كانيو كان من أول من وجه وحذر الكرة الإيطالية إنه أسلوبها بلش يصير متقادم شوي، وقال بالعكس أنا شايف البريمير ليج أصعب، في إيطاليا الفكرة قائمة على المان تو مان أكثر، دفاع الرجل لرجل، هون في كرة سرعة، في سرعة، في حالة بدنية أقوى من اللي كنت أشوفها بإيطاليا. لكن دي كانيو دفع ثمن إنه جاء في عصر جنة كرة القدم، فلكل نعمة نقمة، ومن نقمة هذا العصر اللي لعب فيه دي كانيو إنه إيطاليا كانت كل يوم اطلع مهاجم جديد واليوم اللي بعده، يعني ممكن لو كان الآن موجود دي كانيو أكيد صحت له فرصة يلعب له مباراة. وتخيل تلعب 926 مباراة بقمصان أندية إنجليزية ويكون جزء من حياة مان يونايتد الذهبية، في بداياته مع فريكسون أنت منها، أنت قلب دفاع موجود مهم لبدايات بناء مانشستر يونايتد اللي بنعرفه، وتفوز بالدوري الإنجليزي مع السير أليكس فريكسون كقلب دفاع. كلامنا عن رقم 4 ستيف بروس، اللاعب اللي بوصفوه الانجليز في اعلامهم دائما بالاعظم الذي لم يمثلنا، بانه اهم لاعب انجليزي ما مثل منتخب بلاده، واللي شرح هاي المشكله قال انا مشكلتي وصلت قمه مستواي وصرت مميز بالوقت اللي كان في بعقليه المدربين تعول المنتخبات انه اللاعب اللي عمره 30 سنه هذا قرب يعتزل، ما كان عمر لاعبين كره القدم يمتد زي الوضع الحالي، وبالتالي ال 30 كان يعتبروا انه قرب يعتزل، فليش اجيبه بعدين لكاس العالم اللي بعده بيكون اعتزل فما بستفيد منه. ورغم ذلك عندما وضع في نابلس مدرب المنتخب الانجليزي في 94 وجه دعوه تشريفيه تكريميه له يخوض مباراه وديه واحده مع منتخب بلاده، رفضها وقال انا صعب أقبل دعوة أمثل منتخب بلادي من باب الشفقة أو التعاطف مش من باب الاستحقاق. ننتقل لرقم 3، وتخيل هالمرة إنه 236 مباراة بقميص بايرن ميونخ الأهم في ألمانيا، تفوز معهم بأربع دوري، وتفوز معهم بدوري الأبطال، وتكون لاعب دائما يعتمد عليه بموسم وراء موسم، ويكون اسمك ثورستن فينك، اللاعب اللي تألق قبل ذلك مع كالسروة، وكان قائد إحدى الفرق المغمورة للدرجة الأولى أيضا في البوندسليغا، لاعب كل مكان يعتمد عليه كان جيد، وكان لاعب مهم في بايرن ميونخ. والاغرب انه فينك كان عطاؤه وقيمته ما بين ال 98 و 2001 2002 اللي هي الفتره السيئه جدا لمنتخب المانيا واللي بتحتاج اي واحد يجي ينقذها. حاولت ادور اشوف، مع اني انا بتذكر فينك كويس يعني لما كان يلعب مع بايرن، بس شو اللي خلاه ما يكون لاعب منتخب؟ فعليا مشكله فينك انه واجه مشكله. ايامها كان في المانيا اسماء تعتبر قادم فرقها، واسماء تعتبر رمزيه بانديتها، هو ما كان هذا الرمز. فكان دائما يتم الاستدعاء على هذا الاساس في هذه الفتره. اللاعب رقم 2 ممكن كثير ناس ما بيعرفوه، بس انا اعتقد هذا من اللعيبه اللي كان يستحق مباراه، يستحق يلعب. بتكلم عن ستيد ماربرانج، لاعب كان معروف كثير في انجلترا اكثر من فرنسا، لانه جاء صغير، لعب مع فولهام، مع توتنهام، اثبت قدرات رهيبه بالناحيه الفنيه، بالناحيه الابداعيه كجناح. لاعب كانت شخصيته قويه للغايه، لاعب كان مفيد حقيقه، وما تم استدعائه لفرنسا، رغم انهم باوقات كان ينصاب عندهم كل اجنحتهم، المدرب يعمل حاله مش شايفه. ولما اللاعب صار يلمح انه بده يمثل منتخب بلجيكا، فرنسا استدعته لاكثر من مره، لكن ما لعبته ولا مره.
فما فاز ولا مباراة دولية في مسيرته. والمصيبة الأكبر لما شد كثير يروح على بلجيكا، بلجيكا قالت له للأسف لأنك كنت ممثل منتخبات الشباب أنت حسب الفيفا ما بتقدر تلعب معنا، هذا قبل تغيير بعض القوانين اللي تتعلق بالتمثيل الدولي في كرة القدم. وجيت بدي أفكر برقم واحد، طلعوا لي اثنين مع بعض، أرتيتا وجابي، فقلت مين أختار منهم؟ فكان الخيار الاثنين مع بعض. أرتيتا اللاعب اللي بلش ببرشلونة انعار لسان جيرمان، ثم تألق مع إيفرتون، لعب مع إيفرتون كان نجم بإيفرتون، ثم راح لأرسنال أثبت إنه لاعب وسط مفيد جدا. بس شو مشكلة أرتيتا؟ أولا إنه في فترته لما كان له أمل يروح المنتخب كان بإيفرتون، وكان بإسبانيا في لاعبين جديد عم بيطلعوا، وبنعرف إنه الإعلام الإسباني دائما بيدفع بعض لاعبين أندية معينة، ريال مدريد، برشلونة، الأندية الشعبية. ولكن أرتيتا كان بإيفرتون، ولما راح لأرسنال كان الموضوع انتهى. ليش؟ لأنه كان في 6-7 لاعبة وسط سوبر ستارز موجودين في المنتخب الإسباني وعم بيحققوا نتائج ممتازة، فبالتالي مش محتاجينه. وفي عام 2009 مع كثرة الضغط الإعلام الإنجليزي، عالم شوفوا أرتيتا، خدوا أرتيتا لإنجلترا. إسبانيا حاولت تعمل الحركة اللي بتعملها دائما، تعالوا نجيبه نلعبه مباراة، ولكن اللاعب انصاب برباط صليبي حرمه من تمثيل منتخب بلاده. وفي 2010 إنجلترا حاولت مع كابيلو تضمه إلها للمنتخب، ولكن الفيفا قالهم لا، قوانين الإقامة تحت الخمس سنين ما بتنطبق على هذا اللاعب حرفيا. أما اللاعب الثاني فهو جابي، اللاعب اللي لعب كرة قدم ما بين 2002-2020، اللاعب اللي مثل إسبانيا بالفئات العمرية تحت 20 تحت 21، لكن ما قدر أبدا يكون ضمن منتخب الفريق الأول. نتكلم عن لاعب ب 2014 لما كان يجيب الدوري مع أتلتيكو مدريد ما يتم استدعائه، لاعب تكتيكي ممتاز، جاب الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو، لاعب مهم جدا بنهضة أتلتيكو وما كان يتم استدعائه. لاعب ممكن تقول السبب الأول كان في لعيبة أحسن منه، ولعيبة برشلونة وريال مدريد طالعين خلص عم بياخذوا المراكز الأساسية، أكيد هذا سبب مهم إنه كان في سوبر ستارز كبار، بس لاعب كان مفيد. ممكن السبب الأهم إنه أتلتيكو مدريد ما بروج لعيبة، صعب جدا تكون بأتلتيكو مدريد مدافع أو لاعب وسط متأخر والإعلام المدريدي والإسباني يخدمك إعلاميا إلا إذا كان عندك بعض المزايا الهجومية. جابي ما عنده مزايا هجومية، لكن جابي كان لاعب ممتاز جدا، كان أكيد بيستحق فرصة دولية ولو مرة واحدة. في النهاية بقول ربما إجت الفلوس سيطرت على كرة القدم، اللاعب صار يلعب مع منتخباتهم، قديش تدفع لي؟ طبيعي الدنيا عم تتحول، الصناعة صارت يلا زي موظف حكومي، لما تجيبني على المنتخب أنا موظف حكومي بدك تدفع لي راتبي، أنا موظف حكومة بياخذ راتبه. بس مهما صار ومهما كان دائما راح تظل لحظة ارتداء القميص الوطني وسماع النشيد الوطني لحظة خاصة في مسيرة أي لاعب كرة قدم، حتى لو كان قمة الاستهتار، حتى لو كان بيلعب مقابل الفلوس، بس تلك اللحظة دائما حيكون في هزة، دائما حيكون في مشاعر مختلفة. الآن دوركم تحكوا لي التوب 5 تاعونكم عشان أسمع منكم وأقرأ تعليقاتكم، وإذا عندكم أفكار لحلقات توب 5 اقترحوها أيضا، واتركوا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.